حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الافتتاحيه للاجتماعات السنويه المشتركه للهيئات والمؤسسات الماليه العربيه لعام 2024. وخلال كلمته اشار مدبولي الى ان انعقاد الاجتماعات السنويه هذا العام ياتي على خلفيه التطورات الاقليميه والدوليه لاسيما الحرب في قطاع غزه وانعكاساتها الاقتصاديه على جميع الدول ومن بينها الدول العربيه. ومما لا شك فيه ان انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعب شعوبها. ومن هنا فانني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البيئة